يسعد اوقاتكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج احاديث عائليه. بحلقتنا لليوم المهارات الحياتيه كيف ننميها لدى اطفالنا ومن اي عمر. التنمر ظاهرة اجتماعية اختلفت أشكالها والمضمون واحد. نبدأ محاور حلقتنا لليوم بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تتنوع المهارات التي يكتسبها الإنسان بالتعلم أو التجربة خلال حياته بما يمكنه من القيام بالسلوكيات المناسبة حيال نفسه والآخرين، وبما يمكنه من التعامل مع التحديات والظروف المختلفة، كل منها حسب متطلباتها. فما هي المهارات الحياتية وكيف ننميها لدى أبنائنا؟ هذا ما سنتعرف إليه في التقرير التالي، لنتابع معه. ينبغي على الوالدين القيام بتعليم أبنائهم المهارات الأساسية التي تساعدهم على الخوض في الحياة وتخطي الصعوبات. ومن هذه المهارات الانضباط الذاتي، فيجب تعليم الطفل وجعله يعتاد على أن يكون منضبطا في أوقاته وأداء الأمور المطلوبة منه مثل الواجبات المدرسية. ومن الضروري تقليل اعتماده على الوالدين ليستطيع تعلم هذه المهارة. بالإضافة لذلك لابد من تعليمه المهارات الاجتماعية، حيث يحتاج الأطفال إلى تعلم الطرق الصحيحة والسلوكيات السليمة للتعامل مع الآخرين، بالإضافة لأهمية توجيههم ليتحدثوا بلطف مع الآخرين وليكونوا الصداقات. ومن الضروري أن يراعي الآباء المرحلة العمرية لأطفالهم للقيام بتوجيههم وفقا لمتطلبات أعمارهم. وأيضا من مهارات الحياة، هناك مهارة حياتية مهمة وهي اتخاذ القرارات وحل المشاكل التي تعتبر ضرورية في الحياة. لذا يجب الحرص على غرس هذه الأمور في الطفل منذ الصغر، ويمكن ذلك من خلال العمل مع الطفل للبحث عن حلول للمشاكل التي يواجهونها ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. تتنوع المهارات التي يحتاج الطفل لاكتسابها وتنميتها، لا سيما تلك المتعلقة بمواهبه والتي تجعله أكثر إتقانا واحترافا لممارسة الفن الذي يبدع فيه. لنتعرف إلى أحد طلابنا الموهوبين بالعزف وكيفية تنمية هذه الموهبة لديهم. يسرنا أن نستضيف الطالبة كلاريسا سلوم، وطبعا والدتها سيدة فادية الطرشة. أهلا وسهلا فيكم ويسعد أوقاتكم. خليني أبدأ معك كلاريسا، بتعزفي على الكمان. بالأول أنت بأي صف هلأ؟ هلا انا صف تاسع، نجحت على الصف التاسع. نجحت على الصف التاسع، وكيف استعدادك؟ الحمد لله نشكر الله. سجلتي شي دورات للصف التاسع؟ ايه هلا ايه سجلت دوره وبديتي فيها. إيه. تقريبا ان شاء الله بنتمنى لك التوفيق وهيك تحصلي على العلامات اللي انت بدك اياها. خلينا نحكي على كمان، من اي صف بلشتي العزف؟ كنت صف ثالث لما بلشت. والماما ساعدتك فيه ولا كان اختيارها؟ كيف كان اختيار الاله؟ هلا اول شيء انا سجلت بمعهد انه لعبي وقتي، بس بعدين يعني تعمقت بالكمان. انا كنت كثير انسجم مع الموسيقى، واللي شجعني على الموسيقى هي اكيد اهلي والاساتذه، شجعوني كثير على آلة الكمان. هي آله صعبه بس آله بنفس الوقت كثير حلوه. بعدين تعمقت فيها وكثير حبيتها، صارت جزء مني. يعني فينا نقول انه هي ما كانت اختيارك، ولكن كان في تشجيع انك ايه. تختاري هي الاله. بعدين حسيتي يعني لقيتي حالك مع الاله؟ ايه. لقيتي هذا الشيء، يعني حبيتي الفكره. صار جزء مني. وعم تفكري تضلك فيها ولا ممكن تغيري؟ باذن الله حتستمري فيها. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيك. بدنا نسالك شوي عن كلاريسا، يعني هي قالت كمان بالبدايه عم تقول لنا انه كان هي بس تعبي وقت فراغ. كان في تشجيع منكم ومن المعلمين، انه شو رايك بآله الكمان؟ دورك قديش انت شجعتي الاله ولا كان عندك راي ثاني؟ هلا اكيد اول ما بلشنا نحن بالموسيقى كرمال اول شيء نعبي لنا اوقات الفراغ مثل ما حكيت هلا كلاريسا. ثاني شيء شفتي نحن اول ما بلشوا يوعوا كان فتره الاحداث، بقى نحن بدنا نشغلهم عن الاحداث اللي كانت بوضع البلد ووضع القذائف. كرمال هيك حبيت اني اشغلهم بموضوع الموسيقى. انا قلت الكمانجه كثير بحبها، كرمال هيك وقلت الكمانجه هي بدها شخصيه شوي قياديه.
وكلاريسا بتلبق لها هيك الآلة، عندها هاي الشخصية، أخذتها على المعهد ويعني شافت الآلة وشافت أداء الأساتذة عليها، هي حبت ومشيت فيها، وأنه حتى الأساتذة كتير أثنوا على أدائها وشجعوها كثير، ونشكر الله لحد هلا ماشي كثير منيح كلاريسا بموضوع الكمانجا. كنا عم نحكي معك كمان قبل هيك ما نبدا الحلقه انه مو بس كلاريسا عندك بتعزف، كمان في بنوته ثانيه وصبي، فينا نحكي كمان عنهم شوي؟ ايه هلا في البنوته الثانيه اوغستينا اكبر من كلاريسا، اخترت لآله الاورج بدايه، بعدين انه لقيت توجهات اكثر لآله البيانو كونه كمان فيها تكنيك عالي وفيها صعوبه. والبيانو دائما هي آلة تعتبر من الآلات المتميزة ومشيت فيها الحمد لله. الصبي أصغر من هون كونه وعي على الأرضية الموسيقية وسماع الموسيقى، بتحسي بالفترة صار عنده موسيقى وصار يحب العزف، بلش على آلة البزق ومستمر فيها، وبنفس الوقت عم يعزف على آلة القانون ومستمر فيها كمان. يعني فينا نقول اختيار الآلات هو مختلف طبعاً. يعني بين بيناتهم مختلف تماماً، ما بين البيانو ما بين الكمان أو حتى القانون كمان يعني. طيب نحن كمان رح نحكي أكثر، ولكن خلينا نسمع منك معزوفة كلاريسا. يا حب اللي غاب للحم بركات. حلو كلاريسا، فعلا عزفك حلو بيوصل، يعني احساسك وصل لعنا دغري. قديش التدريب ياخذ منك وقت وانك هيك تعزفي بطريقه فيها احساس؟ اول بالفتره الاولى كنت كثير اتعذب، انه كان في شيء جواتي ما بقدر طلعه، بس كنت اتدرب ساعات لاقدر اوصل احساس انا بدي اياه للي عم يسمعني. دربت كثير وتعبت كثير عن جد، وبالفتره الاولى كنت كثير انزعج من حالي انه انا ما عم بقدر احكي انا شو جواتي، ما عم بقدر اعبر بالآلة اللي انا بدي اياها، بس نشكر الله وصلت بعد تمرين وبعد تدريب كثير طويل وبعد اكيد دعم وتشجيع من اساتذتي واهلي، وصلت الحمد لله. شو اللي كان اول شيء تحسي ليش ما كنت تقدري هيك تطالعي مشاعرك عن طريق الآلة؟ انك كنت تكوني هيك اكله هم كيف بدك تطالعي العلامات بالآلة ولا شو بالضبط؟ بالبداية كل حدا ببلش يتعلم وبالذات على آلة الكمان
لازم يعني هي آلة وترية بدها دقة كتير ليطلع الصوت ليطلع الإحساس. كانت تطلع معي العلامات جامدة، كانت تصيب أصابعي وتصيب العلامات بس تطلع العلامات جامدة، ما أقدر ألعب ما أقدر أحرك. وهذا اكيد بده وقت، يمكن هو بده سنين او بده فتره كثير منيحه لتقدري توصلي لهي المرحله. اذا بدي اسال لوالدتك كمان، في عندك الثلاثه يعني ما شاء الله كل حدا مختار آلة كأم، قديش بياخذ منك هذا الشيء مجهود؟ قديش بياخذ منك اهتمام كمان؟ هلا هو بده مجهود كبير، بده متابعه كثير كبيره. يعني في مرحله من المراحل بيكون الطفل لسه ما بيعرف شو بده او ما بيعرف مثل ما عم تحكي كلاريسا يوصل احساسه. هلا كل ما اعطيتيه دعم للطفل بيطلع اللي جواته اكثر، وبيطلع اللي جواته بطريقه انه توصلك اسرع. اول فتره تعبت معهم كثير لحتى هن قدروا يبنوا هاي الارضيه الموسيقيه تبعتهم، بس لقوا حالهم انه بلشوا يمشوا بموضوع الموسيقى اكيد كانوا كثير هن مرتاحين، وانا طبعا كنت مرتاحه معهم. اكيد بده اهتمام كثير، بده ساعات تدريب، بده متابعه بشكل متواصل، لانه الاله بتحسي انه دائما قد ما انت بتعطيها قد ما هي بتعطيك، قد ما بتوصل احساسك. ونشكر الله يعني قطعنا مرحله منيحه. وهلا كيف بيعملوا لك جو بالبيت؟ ايه اكيد، يعني انه مثل عندي مع بعض؟ عندي فرقه صغيره بالبيت، يعني انه اوقات مثلا بيكونوا مالين ضايجين انه بيقعدوا مثلا بياخذوا مثلا اراء بعضهم بموضوع العزف. في نقد يعني من الثلاثه انه مثلا انت خربطتي هون، انت مثلا هون كانت تطلع معك احلى، على طول هذا النقد بيناتهم موجود. بينسجموا بالعزف مع بعض، ووقت اللي كثير مثلا انه بيحبوا المقطوعه او بيحبوا شيء اغنيه بيحاولوا يتموا يشتغلوها مع بعضهم لحتى يطلعوها باحساسهم هن. يعني الحمد لله انه واصلين لمرحله منيحه. حلوه الفكره، حلوه انه بتضلكم تشتغلي انت واخواتك لتطلع المعزوفه مثل ما انتم بتكون. قديش لازم هذا الشيء فعلا يكون في، كنت عم اقولها للماما انه قديش لازم يكون في انسجام بينك وبين اخواتك، تكونوا عم تعزفوا بطريقه صح باحساس حلو بتركيز. قديش هذا الشيء بتلاقيه مع اخواتك؟ اول شيء هو شيء كثير حلو انك تكوني عم تسمعي انت مقطوعه واحده من اكثر من آلة من اكثر من طرف، وبالذات انه يكون انه كل حدا حاط احساسه وضايف الشيء اللي هو بيحبه لهالمقطوعه. شيء اول شيء كمان كبدايه نحن بنتعذب انه كل حدا بيعزف شيء، يعني ما لنا ملتزمين كلنا بنفس الشيء، حدا خربط، بس دائما بنحاول انه نلتزم بالنقطه مع بعض ونشجع بعض انه كل واحد فيه يطلع احساسه يطلع شيء حلو جواته. بتقبلوا من بعض الانتقاد؟ يعني اذا قلتي لاختك انه انت هون مثلا كان لازم تظبطي هون او شيء، بتقبلوا من بعض؟ هلا كل واحد له آلته الخاصه، فكل واحد له خبره معينه بالموسيقى يعني باتجاه آلته وباتجاه غير آلة، فالانتقاد كثير بيكون بناء بيناتنا انه معلش انه نحن بنقدر نظبط. انا بالنهايه نحن بنحكي لمصالح بعض، انا شو بنشوفه احسن. اكيد كلاريسا كمان بدنا نسمع منك معزوفه، يعني حابين عزفك فبدنا نسمع منك شكرا. معزوفه ثانيه بهذا اللقاء. سماعي الكورد لجوكسيل. يلا
حلو كلاريسا، يعني الوقت هيك خلص معك ومع عزفك الحلو بطريقه كثير حلوه، انبسطنا فيكي ووالدتك. بسؤال اخير كلاريسا، في لك هلا مشاركات شيء بحفلات بفعاليات او حتى من زمان كان في عندك مشاركات؟ هلا ايه، شاركت كثير من الفعاليات، كانت من اهمها بمسرح الحمراء بفندق قدام روز بال 2018، كانت خلال فتره عيد الميلاد المجيد، وبتكيه سليمانيه، وكان لي الشرف حضور السيده الاولى اسماء الاسد وقصر المؤتمرات، وكان من اهم المشاركات لي نحن على بيلاروسيا ب 2019. هنيك قدمنا كثير فعاليات حلوه ونقلنا معنا الفن السوري وثقافه الموسيقى السوريه. حلو، في هلا مشاركات لك ولا ممكن توقفيها كونه هلا صرتي تحضري للصف التاسع؟ هلا ما بين شيء، بس على الاغلب انه اي وقفه، لانه كمان التحصيل العلمي شيء مهم بالنسبه لي. بنتمنى لك التوفيق بكل شيء كلاريسا، كنا كثير مبسوطين فيكي، اعطيتي شيء حلو كثير بلقائنا لليوم. كلاريسا سلوم، بدي اشكر والدتك فاديه الطرشة. شكرا كثير لك. شكرا للمحطه، اهلا وسهلا فيكم. فاصل ونرجع. تتطلب منا الحياة إتقان مهارات عدة لا تقتصر على ما يتعلق بتطوير قدراتنا فيما يتعلق بالفن وتعلم فروع العلم المختلفة، وإنما أيضا هناك مهارات اجتماعية لابد منها. فأحيانا نواجه بعض الأشخاص في الحياة ممن يسيئون لنا بتصرفاتهم العدوانية بالقول أو الفعل، وهو ما يعرف بالتنمر، الذي أصبح ظاهرة منتشرة سواء في الحياة العامة أو على وسائل التواصل الاجتماعي. فكيف نحمي أطفالنا من المتنمرين وكيف نتصرف معهم؟ طبعا هذا هو عنوان حلقتنا على صفحتنا على الفيسبوك، وطبعا رح اقرا بعض المشاركات يلي اجتنا على صفحتنا. رح ابدا مع راما يلي قالت: استخدام الحوار معه، التواصل الدائم مع المدرسة، تعزيز ثقته بنفسه، تنمية مهاراته واشراكه في الأنشطة الرياضية. كمان رشا من ضمن المشاركات يلي قالت: لابد لنا كأهل ومربين أن نشجع أولادنا على مواجهة الشخص المؤذي، قل للطفل انظر بعيني المتنمر وقل له لا أخافك وواجهه ولا تهرب منه، وخبر عنه ولا تتركه يؤذيك فأنت الأقوى. كما أن للأصدقاء دور مهم جدا في مساعدة الشخص المتنمر عليه. هي طبعا هيك كانت مشاركتها لرشا. أيضا ذكرت رشا من ضمن أيضا ذكرت الكثير من الأشياء، أيضا ذكرت الثقة بالنفس هي ركيزة الأهم للحصانة من التنمر، فكما أن المتنمر لديه أو المتنمر لديه سمات شخصية معينة، كذلك المتنمر عليه لديه سمات تظهر في شخصيته. إيمان قالت: كون الظاهرة أصبحت موجودة، لذلك من الضروري تشجيع الأطفال على التحدث مع الوالدين عندما يواجهون أي مشاكل أو عندما يتعرضون لأي نوع من التنمر أو خطاب الكراهية. العديد من الأطفال لا يشعرون بالأمان عند التحدث مع الوالدين، وذلك يؤدي إلى جعل الأمور أكثر تعقيدا. الأساس أكيد بالأهل.